مساء جديد وملفات جديدة، أهلا بكم. إذن تابعنا كلمة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أكد فيها أن الانقلابيين في اليمن ينفذون أجندة إيرانية توسعية في اليمن، وأن ميليشيات الحوثي وصالح فرضت الحرب على اليمن. الرئيس اليمني أكد أن السلطة الشرعية تبحث عن سلام عادل على أساس المرجعيات، وقال هادي إن الانقلاب عمل على اجتثاث مؤسسات الدولة ودعم جماعات تنتهج أسلوب القمع والعنف. وأشار الرئيس اليمني إلى أن هناك مدربين إيرانيين ومن حزب الله اللبناني لهذه الجماعة في اليمن. الرئيس اليمني أشار كذلك إلى أن إيران تعرقل أي مسارات للحل السياسي، وأشار إلى عمليات نهب الأموال من جانب الانقلابيين وتعطيل صرف المرتبات للموظفين. وجدد الرئيس اليمني سعي إدارته للسلام، مؤكدا أنهم ليسوا دعاة حرب. ودعا هادي المجتمع الدولي إلى الضغط على الانقلابيين لتنفيذ القرارات الدولية لتجنيب اليمن المزيد من الدمار ووقف الدماء، كما تعهد بتقديم كافة الجهود اللازمة لتسهيل وصول المساعدات للشعب اليمني في كافة مناطقهم وعلى اختلاف انتماءاتهم. متابعة لخطاب الرئيس هادي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، معنا من القاهرة الباحث السياسي اليمني وضاح الجليل. سيد وضاح، أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية. حقيقة نقاط كثيرة أشار إليها الرئيس هادي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما الذي لفتك فيها سيد وضاح؟ نعم، مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. إجمالا كان حديث الرئيس هادي شاملا ووافيا لكثير من النقاط، لم يغرق في تفاصيل الانتهاكات التي قام بها الانقلابيون منذ ثلاثة أعوام منذ تنفيذ الانقلاب في 21/9/2014، لكنه بشكل عام تحدث عن كامل الخطوط العريضة لهذه الانتهاكات، إضافة إلى ذلك أشار إلى الخطر الذي تمثله ميليشيات الانقلاب على أمن اليمن والمنطقة بشكل عام، وذلك بدعم متواصل ومستمر من إيران، وتحديدا ليس منذ ثلاثة أعوام وإنما منذ ما قبل ذلك. أشار الرئيس هادي إلى أن إيران تتدخل في الشؤون اليمنية منذ ما بعد المبادرة الخليجية، وربما هو من قبل ذلك بكثير، لكن يمكن القول أنه بعد توقيع المبادرة الخليجية وانتخاب الرئيس هادي رئيسا للبلاد، توجه علي عبد الله صالح نفسه الذي كان يكن عداء شديدا لإيران، توجه بنفسه لاستدعاء إيران والتنسيق معها والتحالف مع أعوانها في اليمن الحوثيين، والبدء للتخطيط والتنفيذ هذا الانقلاب الذي حدث قبل ثلاثة أعوام. وما زالت اليمن تجتر آثاره إلى اليوم، حربا ودمارا شاملين في كل مكان. أشار الرئيس هادي إلى ما نفذه الانقلابيون من دمار في البنية التحتية في اليمن، ما انتهاكه استيلاؤهم على الجيش والمؤسسة العسكرية، استقواهم بالسلاح اليمنيين، أصبحوا هم من يمتلكون القوة المسلحة أكثر من الدولة. وذكر الرئيس هادي أن الدولة هي من يفترض بها أن تمتلك القوة العسكرية وتحتكرها لمواجهة أي مخاطر، لكن هؤلاء امتلكوا قوة عسكرية وميليشاوية وتمكنوا من السيطرة على مؤسسة الدولة، وأصبحوا هم يفرضون أنفسهم كدولة داخل الدولة. إضافة إلى ذلك أنهم قاموا بادعاء محاربة الإرهاب، وهم يحاربون الشعب اليمني ويقتلونه ويحاصرونه في كثير من المناطق ويدمرون بنيته التحتية، ينفذون إعدامات ميدانية ويحلون أنفسهم محل المؤسسات العامة، ويوجدون مؤسسات ميليشاوية جديدة مثل اللجان الشعبية التي تقوم بعمل مؤسسات الدولة وتمارس الكثير من انتهاكات بحق الناس. نعم، كما تبعت سيد وضاح بأن إيران أخذت حيز كبير من خطاب الرئيس هادي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال بأن الانقلابيين ينفذون السياسة التوسعية لإيران في المنطقة. أشار إلى نقطة مهمة وقال بأن إيران لا تزال تعرقل الحل في اليمن. برأيك لماذا تضع طهران
العصا في دواليب الحل في اليمن برأيك؟ من المعروف والواضح للجميع سواء داخل اليمن أو في المنطقة أو في العالم كله أن إيران أصبحت هي إحدى ركائز محور الشر في العالم، وهي الدولة التي لديها أجندة كثيرة، أجندة تخريبية وتدميرية في كثير من المناطق، ولذلك هي لا يمكن أن تتراجع عنها. لا يمكن، إيران دولة يقوم مشروعها على أساس تخريبي وتدميري وتوسعي في المنطقة ومناطق عديدة من العالم، ليس حتى في الشرق الأوسط بل تمتد حتى إلى أفريقيا. لا يمكن الحديث عن إيران بدون الحديث عن دورها التخريبي. إيران ليست دولة طبيعية مثل أي دولة أخرى، حتى الدول الدكتاتورية الطبيعية لا تتدخل في شؤون غيرها بمثل هذه الطريقة. هناك أيضا دول أخرى توسعية استعمارية، دول كبرى، لكنها لا تقوم بنفس الممارسات التي تقوم بها إيران. إيران تدفع بميليشياتها داخل المناطق الدول التي تستهدفها، تعمل على تخريب وتفكيك النسيج الاجتماعي وإيجاد حروب أهلية. هذه الأمور لا تقوم بها أي دول أخرى. إضافة إلى ذلك، الأسوأ من كل هذا أن إيران تلجأ إلى إثارة فتن طائفية ومذهبية داخل هذه الدول، وهذا الأمر خطير جدا على الأمن الإقليمي والدولي، وليس فقط على أمن دولة بعينها. لا يوجد دولة تقوم بمثل هذه الممارسات سوى إيران، لذلك تصبح إيران هي أخطر دولة توسعية في العالم. إضافة إلى ذلك أن إيران هي أيضا تعتبر دستورها هو أشد دساتير العالم تخلفا، دولة تؤمن بولاية الفقيه وتقوم على هذا الأساس. هذا أمر خارج المنطق، خارج التاريخ وخارج التصور الإنساني العميق. لا يمكن أن نتصور أنه يمكن أن تكون هناك دولة بمثل هذه العقلية وهذا التفكير وهذه الفلسفة في القرن 21، بعد أن قطع الإنسان مسافات طويلة في اتجاه التحرر والخروج من سيطرة الاستبداد وشريعة الغاب. لذلك تصبح إيران هي المحور الخطر في المنطقة وفي العالم. ما نلاحظه في أكثر من دولة في الشرق الأوسط، منها اليمن، سوريا، لبنان، العراق، واضح أن يد إيران هي التي توجد هناك وتعمل وتقوم على التخريب. بدون إيران كان يمكن لهذه المجتمعات أن تصل إلى حلول مختلفة لخلافتها وأن تتجاوز الكثير من الخلافات. طيب، وأن تصل إلى الاستقرار. نعم. أيضا هناك لفتة، رغم هذه الممارسات للحوثيين مدعومين إيرانيا سيد وضاح، الرئيس هادي لم يفوت هذه الفرصة وقال إننا لا نزال نمد أيدينا للسلام على أساس المرجعيات. في المقابل اليوم في الذكرى الثالثة للانقلاب على الشرعية، رئيس ما يسمى حكومة الإنقاذ يقول إننا لن نتنازل عن تحرير أرضنا. إلى أي حد هذا يشير إلى أن المتمردين ليس لديهم أي نية في أي تسوية سياسية مستقبلا؟ ليست فقط لا توجد لديهم نية لتسوية سياسية، هم أيضا لا يريدون التنازل عن مشروعهم. لاحظ الكلمة، أنهم لن يقول أنه لا يريد التراجع عن حقهم في تحرير أرضهم. الأرض اليمنية ليست محتلة، الأرض اليمنية يعيش فيها اليمنيون، والذين قاوموا الانقلاب الحوثي والتوسع الحوثي بالتعاون مع صالح هم يمنيون. مسألة الاستعانة بالتحالف العربي وبدول الجوار هذه ليست، لا يمكن اعتبارها احتلال. المحتل الحقيقي هو الذي توسع وغزا هذه المناطق بقوة السلاح وسيطر عليها وفرض على الناس حصارا وفرض عليهم التجويع ومارس ضدهم مختلف صنوف الانتهاكات. أما الشعب اليمني فنفسه قاوم هؤلاء ورفضهم في كل منطقة استطاع أن يرفضهم فيها. حتى داخل مناطق سيطرة الإنقلابيين المحدودة حاليا هناك رفض واسع وشامل لليمنيين لهذا الإنقلاب ولتواجد الميليشيات، لكن هؤلاء الناس مستضعفون وليس لديهم القوة والسلاح لمواجهة هؤلاء الإنقلابيين.
من الواضح أن إيران عندما تضع يدها في أي دولة فإنها لا ترغب في أن تصل هذه الدولة إلى الاستقرار. الاستقرار معناه نهاية التدخل الإيراني. التدخل الإيراني لا يسمح أيضا ببناء دول، هذا ما شهدناه في العراق وفي لبنان. لا يسمح ببناء دول، بل يسمح ببقاء ووجود ميليشيات تفرض نفسها كدولة داخل الدولة أو دولة موازية تنفذ أجندة خاصة بإيران وتمنع البلد من الاستقرار، تمنعه من اتخاذ من واحدية القرار، من اتخاذ من حرية تقرير مصيره واتخاذ أشكال مختلفة للتعبير عن حقوقه وأيضا الوصول إلى توافقات مجتمعية تخدم الجميع. إيران توجد مشاكل عميقة في المجتمعات ليس فقط من خلال دعمها الميليشيات أو عفوا الجماعات المذهبية، بل أنها تدعم ربما لديها استعداد أن تدعم جماعات متطرفة أو إثنية أو عرقية أو ربما من ديانات مختلفة ليست في الدين الإسلامي وفي المذهب الشيعي فقط. لذلك إيران تصبح هنا مصدر الخطر في المنطقة ولا بد من نعم تفضل. لابد من ماذا سيد وضاح باختصار؟ لابد من أن يقف المجتمع الدولي بشكل جاد ومسؤول أمام هذا التدخل الذي يضر ليس فقط بأمن المنطقة بل بأمن العالم برمته، خصوصا وأن منطقة الشرق الأوسط هي تعتبر قلب العالم. نعم. كما تعلم سيد وضاح، هادي التقى على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وناقش التدخلات الإيرانية في اليمن وأيضا عملياتها التوسعية. ما المؤمل يمنيا من واشنطن؟ وبرأيك هل هناك تعويل على سياسة ترامب في ردع المشروع الإيراني في اليمن تحديدا؟ نعم، لاحظنا منذ صعود ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة أن هناك تغير جذري في الخطاب تجاه إيران، وأيضا تغير ملحوظ في السياسات. لا يمكن أن نقول أن التغير في السياسات والممارسات تغير جذري، هو تغير ملحوظ لكنه لا يمكن أن يكون جذريا حتى اللحظة، ولم نجد حتى اللحظة وقائع تشير إلى أن هناك نوايا أمريكية لقطع يد إيران أو أيدي إيران في المنطقة وخصوصا في اليمن. الولايات المتحدة تعمل على الحد من نفوذ إيران في العراق في سوريا، ولكن ليس بالشكل، لا يبدو أنه بشكل كامل وجذري. أما في اليمن فلم نلحظ هذا حتى الآن. هناك تصريحات عديدة للرئيس ترامب بخصوص إيران ويشير في بعضها إلى اليمن، لكن لم نلحظ حتى اللحظة هذا الأمر، برغم أن إيران نفسها تعمدت خلال الفترة الماضية ومنذ صعود ترامب الإساءة أو التعرض للملاحة الدولية في البحر الأحمر والبحر العربي وباب المندب. هذه إشارات كانت إشارات واضحة من إيران إلى أنها هي من ينبغي التفاوض معه ومن ينبغي أن تكون ندا للولايات المتحدة في المنطقة وليست غيرها. إضافة إلى ذلك نتذكر أن إيران وعشية زيارة الرئيس ترامب أوعزت للإنقلابيين الحوثيين وصالح في اليمن إطلاق صاروخ باتجاه الرياض، وهذه كانت سابقة من نوعها، حيث أن الصواريخ التي يمتلكها الإنقلابيون ليست بذلك التفوق أو لا يمكنها أن تصل إلى مدينة الرياض، وأن إيران كان من الواضح أن إيران هي من عملت على تطوير هذه الصواريخ وتطوير مداها. إطلاق هذا الصاروخ كان أيضا يحتمل أنه كان أيضا رسالة إيرانية إلى ترامب بأنها هي الند الذي ينبغي أن يتم التفاوض معه في المنطقة، وخصوصا أن القمة التي عقدت في الرياض حينها استثنيت إيران منها. هذه كانت إشارة أو رسالة من إيران أنها ينبغي أن تكون موجودة وحاضرة وينبغي التعامل معها كطرف قوي في المنطقة، لكن حتى اللحظة لم نلاحظ أن ترامب كان جادا في مسألة إخراج اليمن من المنطقة جنوب البحر الأحمر والبحر العربي وقطع يدها هناك التي تؤذي المصالح الدولية بشكل عام. نعم. أشكرك سيد وضاح الجليل على حضورك معنا، الباحث السياسي اليمني، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.